المنطقة المغاربية تعتبر من أكثر المناطق تأثراً بعوامل تغير المناخ، وهو ما يفسر شح التساقطات المطرية التي باتت تسجله معظم دول المغرب الكبير، ما تسبب في استنزاف الفرشة المائية والمياه الجوفية بعد أن أصبحت مياه الأمطار لا تكفي لتعويض ما تم استهلاكه من المياه السطحية، سواء ما تعلق منه بالاستهلاك البشري أو الاستهلاك الفلاحي والصناعي. استطعنا إلى حدود اليوم من خلال السدود التحكم في حوالي 85% من الموارد المائية في المغرب. الجزائر وضعها كارثي أكثر، بينما تونس لا تتحكم في 80 بل تتحكم في حوالي 140%، معنى أن تونس تجاوزت كل دول المغرب العربي من حيث إعادة تدوير المياه المستعمرة، نظرا للنقص إن تونس لا يوجد فيها نهر دائم تقريبا مثل الجزائر، بينما نحن في المغرب لنا 6 أو 7 أنهار كبيرة ودائمة. إذن الوضع المائي هو بهذا الشكل، في مجال بطبعه جاف، في مجال بطبعه متذبذب، في مجال بطبعه استلزم التكوين وتكوين الموارد المائية. الإحصائيات تشير إلى أن المغرب سجل انخفاضاً وصلت نسبته إلى 84% في تساقط الأمطار منذ مطلع العام الحالي مقارنة بسنة 2020، فيما بلغت نسبة امتلاء السدود في البلاد إلى مستوى 36%. انخفاض قد تكون له تداعيات على السنة الفلاحية وأيضاً على مخزونات المياه التي يزيد من استنزافها أيضاً بحسب خبراء بعض أنواع الزراعات التي تتطلب زراعتها كميات كبيرة من المياه. أصبح اليوم أمراً واقعاً لدى منين نحتاجوا الماء، منين كنجيبوه كنجيبوه يعني من باطن الأرض، ومع الأسف الشديد ملي كنشوفوا جميع الفرشات المائية في المغرب مستنزفة جميع، وأكثرها في الجنوب مثلا كما ذكرتوا في سوس، لدرجة أنه يعني هذه الفرشة خوات تماما، وكاين دابا المياه المالحة اللي كتجي من البحر بقات كتعمر في هذه الفرشة. كاين واحد الخط أحمر لا يجب التجاوز عنه، ومع الأسف الشديد الآن الناس الفلاحة اللي عندهم يعني الإمكانيات المادية كيمشي كل يعني كيتسابقوا باش يهبطوا 100 120 130 وصلت 150 160 متر. تستخدم كثيرا بين المزارعين. ترشيد وعقلنة استهلاك المياه السطحية والجوفية من أجل المحافظة على الاحتياطي المائي في مستوياته المعقولة يبقى الحل الوحيد للتخفيف من آثار ندرة المياه وشح التساقطات خلال سنوات الجفاف التي يمكن أن تعرفها البلدان المغاربية وبلدان العالم بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب الأزرق.